لليوم الثاني على التوالي يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح أمام مداخل المنطقة الخضراء. ليس بعيدا عن مصنع القرار يقف المعتصمون مطالبين بالإصلاح الفعلي والقضاء على الفساد والمفسدين. هنا قرب أحد مداخل الخضراء يبدو أن المعتصمين لا يجدون خيارا سوى الاستمرار باعتصامهم هذا حتى تنفيذ المطالب التي خرجوا من أجلها. هذا اليوم الثاني للاعتصام، وليس فقط التيار الصدري، حتى التجمعات المدنية والتيارات المدنية والطلابية والتربوية جميعها ساهمت في هذا الاعتصام. ولا بد أن تتحقق هذه الإصلاحات الجذرية وليس الترقيعية، ومن هذا المنطلق نحن عازمون على الاعتصام وحبا وطاعة بالوطن، الوطن لأنه الوطن للجميع، وضد الفساد والمفسدين. ما بين خيم الاعتصام قرر البعض توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المعتصمون من أكل وشرب وحتى الدواء، حيث تنتشر المفارز الطبية بين خيمة وأخرى. يقول بعض المتظاهرين إنهم ماضون في هذا الطريق حتى تحسن وضع البلاد وإخراج الفاسدين من عقر العملية السياسية. أخذنا على عاتقنا أنه نقدم خدمة للأخوة المعتصمين، خدمة الطعام، يعني إحنا لعاشة وجبة فطور، وجبة غداء، وجبة عشاء. وما نسينا بهاي الخدمة أخوتنا رجال الأمن والقوات المسلحة، أيضا اليوم سوينا وجبة خاصة بهم. مجموعة طبية متخصصين، كوادر طبية متخصصة لمساعدة المعتصمين وإسعافاتهم الأولية وعلاج تشخيصي وضمادات وإسعافات الأولية، وكلها بجهود ذاتية من أجل تقديم الخدمات الطبية للمعتصمين. على الصعيد الأمني تستمر الأجهزة الأمنية بتقديم جميع الإجراءات التي من شأنها أن توفر المناخ المناسب لإقامة مثل هكذا اعتصام على بوابات الخضراء، في ظل تعاون ملموس ما بين المعتصمين والقوات الأمنية. على أعتاب المنطقة الخضراء نصبت خيم المعتصمين المطالبين بالإصلاح وإخراج الفاسدين من العملية السياسية، بينما تتواصل الجهود الأمنية والخدمية من أجل تأمين هذا الاعتصام. من بغداد عبد الله نوري، بلاد الفضائية.